كشفت تربية نينوى عن بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 وأن تفتح المدارس أبوابها للطلبة والتلاميذ يوم واحد من كل أسبوع لكل مرحلة دراسية، وذلك بسبب إجراءات الوقاية من كوفيد-19 مع مراعاة التباعد الاجتماعي والمكاني، وأن يكون داخل كل شعبة دراسية من 15 إلى 20 طالباً. طبعا عام استثنائي بسبب الجائحة، ظروف الدوام راح يكون ظروف مختصر لكل مرحلة يومين كأعدادية، احنا قسمونا حسب توجيهات الوزارة انه المدرسة تداوم كل مرحلة يومين، يعني اذا عندي 100 طالبة 100 نقسمها على يومين، يوم 50 وثاني يوم 50، الطالبة تداوم يوم واحد تاخذ 6 دروس، الدروس هذه التعليمية العلمية حصرا عن طريق المدرسة، باقي المناهج لا عن طريق منصة أو عن طريق التلفزيون. طلبة ضمن المراحل الدراسية المنتهية يطالبون التكثيف من المحاضرات داخل المدارس كون الدروس الإلكترونية لا تجدي نفعا، وأن أغلب الطلبة لا يجدون استعمالها أو أصلا لا يمتلكون أجهزة لوحية لأسباب مادية واقتصادية واجتماعية. أنا الدوام مختلف بسبب جائحة كورونا، وطبعا هم المفروض نداوم كل الأسبوع، بس مرة كورونا هنداوم يوم بالأسبوع عبر منصة إلكترونية، وإحنا الإنترنت عندنا يعني ما ذاك القمع، فشلون يعني حندرس على منصة إلكترونية، والتدريس ما فشلون حي ما فشلون حيكون، ما يعني ما مستعدين إحنا ذاك الاستعداد، يعني ما فشلون نجي يوم بيوم بالأسبوع وعن ندرس. من المنهج أو منبدي بالسادس يعني، فكان توتر يعني بالنسبة لنا، بس جت القرارات مع أنه قرارات شوية متأخرة، فبدينا بالسادس درسنا، بس يعني ظروف صعبة أنه ما بدأ دوم المفروض يبدأ من 1-10، بس أنه ما بدأ، وكنا ننتظر القرارات يعني أنه كل فترة يجينا قرار وكل فترة ننتظر، فكان توتر شديد، فانتظرنا يعني وجت الدراسة انه راح نداوم انه يوم واحد بالاسبوع، نحن كطالبات انه مرحلة ثانوية انه ما تكفينا يوم واحد بالاسبوع، شنو راح نخلص وكذا يعني، فجاء التقليص يعني هو بشكل عام جيد احسن من العام الماضي. ضعف في الامكانيات وعدم توفر الاجهزة اللوحية للدراسة عبر المنصات الالكترونية، ويوم واحد غير كافي للدراسة داخل المقاعد الدراسية. وثنى النهار، يزيد 24 الموصل.